هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد، ومقطع ريد ديد ريدمشن 2 زي اللاب. طبعا في هذا المقطع راح نجيب واحد من أندر الأقنعة في لعبة ريد ديد ريدمشن 2، اللي هو قناع الهيكل العظمي أو قناع الجمجمة. طبعا القناع صراحة جدا 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 فخم، واحد من أندر الأقنعة وأفضلها صراحة. يعني تخيل بالله معايا، رايح تسرق محل وانت لابس هذا القناع، يا شيخ فخامة. يعني البائع راح يعطيك فلوس الخزنة ويزيدك من جيبه، مرة خايفة صراحة. القناع جدا فخم، وفي هذا المقطع راح نجيبه بلاش. طبعا المكان اللي راح نروحه فيه له مجموعة من الأشخاص، يعني الجاهلين اللي ممكن يهاجمونك بدون أي سبب، فخذ بالك منهم. بالنسبة لمكان القناع راح يكون هنا بالضبط في المدينة الفرنسية، بالقرب من المدينة الفرنسية. طبعا بعيد جدا من المخيم يعني، فراح تاخذ لك مشوار طويل عبال ما توصل لهذا المكان اللي فيه له هذا القناع الرهيب. زي ما تشوفون هنا المخيم، ومكاننا راح يكون هنا بالضبط. طبعا لما توصل للبيت راح يكون شكله بهذا الشكل. كل اللي عليك انك تخش على البيت وتسوي زي ما انا اسوي، وعلى طول راح تحصل القناع الاسطوري. طبعا لما تاخذ القناع راح يكون شكله بهذا الشكل، وبكذا يكون مبروك عليك هذا القناع، واحد من اندر الاقنعة في اللعبة. واحلى ما فيه زي ما قلت لكم انه بلاش، اي شيء بلاش في الحياة حلو. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. سلام يا احلى ناس.